معكم، جيت نكمل لكم على الموضوع ديال كيفية الخدمة ديال لي فارتليك اللي متنوعة وفيها الخدامي بزاف بالنسبة للعداء راه كيعرفوهم، وكاين بزاف ديال العداء ما كيعرفوش الكيفية ديال الخدمة ديال لي فارتليك. ومن بين هاد الأسلوب التدريبي ديال لي فارتليك تزادوا عليهم واحد الأساليب جداد، تزادوا عليهم واحد الأساليب كذلك تدريبية واستشفائية للعضلات جداد، ومنها خصك تعرف كيفاش تخدم مع الهواء، كيفاش تخدم ضد الهواء، وكيفاش تخدم مع الأكسجين، وكيفاش تخدم ضد الأكسجين. هاد الانواع ديال الخدمه بربعه راه كاينين وكيدخلوا من العداء وسط لا بريباراسيون فيزيك ديالو باش كيسير الايقاع ديال التدريب ديالو، باش الا كان غادي في السباق كيعرف راسو ان راه كيمشي بواحد واحد السرعه محدده وواحد السرعه كذلك معروفه. علاش؟ حيت دخلها في التدريب ديالو، كاين اللي كيمشي ب 3 في الميل، كاين اللي كيمشي في 4 في الميل، كاين اللي كيمشي 2 في الميل، المهم كل واحد وكيفاش كيمشي في الميل على حسب داكشي اللي خدم فيه في البدايه ديال العام. كاينين الخدامين اللي كيخدموهم باش كتطور ليك هذيك السرعه اللي كتمشي ما بين الكيلومتراج والكيلومتراج. ومن بين هاد الخدامين هادو هو كيفيه انك تخدم ضد الاكسجين او مع الاكسجين. كيفيه هي انك تخدم واحد النوع ديال الخدمه ديال لي فارتليك ولكن كتخدمها مخنوقه، اي ما كتخليش القلب يرتاح لواحد الراحه الكيفيه باش عاوتاني ترجع تخدم. اذا كتخلي القلب ديما مخنوق لواحد المده زمنيه او لواحد المسافه معينه. كيفاش كتخليه؟ مثلا انك القلب غادي يخدم ليك واحد 10 ديال الدقائق رابيد، 10 ديال الدقائق رابيد ب 3 في الميل. اذا هاد 10 دقائق رابيد وفيها 3 في الميل في الطون ديال ريكوبيراسيون العاديه كتكون 5 ديال الدقائق. اذا هذيك 5 ديال الدقائق انت ما غاتريكوبيريهاش كامله، غاتريكوبيري فيها غير 2 دقائق، دونك القلب خنقتيه، دونك غتزيد تعطيه عاوتاني، وهكا القلب كيزيد يضخ الدم باش يكون الاكسجين ديالو داخل الجسم ديال العداء باش يمكن انه يسير الايقاع. راه بحال الطوموبيل، الطوموبيل كتكون السرعة مختلفة عبر المكان أو عبر الزمان، كيف ما تنعرف. إذا راه حتى هكا مع العداء خاصو يعرف فوقاش يخنق القلب ديالو، وفوقاش يخنق الأكسجين ديالو، وفوقاش يطلق من الأكسجين ديالو، ويخليه كذلك عاوتاني يخليه عاوتاني يمشي مزيان. فهمتيني؟ هكا كتخلي الجسم ديالكم يستجيب مع المجال اللي كيتريني فيه. كيف ما تنعرفوا ان كاينين جوج المجال، المرتفعات والمنخفضات، اذا الارتفاع والمنخفض. كيف ما تنعرفوا ان في افران كتريني ضد الاكسجين، ما كيكونش واحد التنفس عادي، كيكون واحد التنفس شويه مخنوق. لهذا بزاف ديال العداء كيطلعوا تيترينيو في افران. علاش؟ باش يستافدوا التمارين التدريبيه ديالهم ضد الاكسجين، هنا باش نعرفوا شنو تيطرا في افران. كيف ما تنعرفوا راه كيتريني ضد الاكسجين، اي كيستافد وكيخلي القلب ياكل شويه العصا، وكيتريني عليه مزيان، وكيولف داك التمارين التدريبيه القاسيه. كيف ما تنعرفوا افران، كينيا، ايثيوبيا، المهم كاينين البلايص اللي مرتفعات اللي كيخليو العداء انه يطور من اللياقه البدنيه ديالو، ويطور كذلك الخلايا الجسميه اللي كتخليه انه يسير التدريبات ويسير كذلك الايقاع ديال المنافسات على طول العام. وكيف ما تنعرفوا حنا اللي كنترينيو في المدن اللي كيكون عادي، المدن اللي ما كتكونش فيها الارتفاع، خصنا نعرفوا كيفاش خصنا نترينيو ضد الاكسجين ونترينيو ضد الهواء. المهم هاد الاساليب التدريبيه الجديده اللي دخلوها على لي فارتليك خصنا نعرفوا كيفاش خصنا نخدموها وكيفاش نسيروا فيها في التدريب ديالنا. لهذا خصنا ديما نخدموا على الدقات ديال القلب. القلب كل ما خدمتي على الدقات ديال القلب كل ما كتطور السرعه ديالك، كل ما كتطور لونديرونس ديالك، كل ما كتطور التحمل ديالك. علاش؟ حيت القلب الا كان تيضرب وما خليتيهش يرتاح وزدتي خدمتي عليه راه كتزيد تستافد. علاش؟ حيت القلب كيخدم عاوتاني اكثر من دوك الخلايا الجسميه اللي كاينين باش كيكون الاكسجين ديالو وكيكون الطاقه ديالو باش يسير هذيك المده ديال السباق، ويسير كذلك المده ديال داك المسافه. كيف ما تعرفوا حنا لي ماراطوني
او لي سومي اللي كيترينيو السومي او اللي كيترينيو ماراطون، راه عنده واحد المسافه معينه اللي هي 42 كيلومتر او 21 كيلومتر، راه كتشوف راه كيمشي بدو 30 في الميل او كيمشي في 3 في الميل دو 50 في الميل. راه هادشي علاش كيخنق القلب ديالو كيمشي بواحد المسافه بواحد السرعه اللي مختلفه عبر الكيلومتراج، ويقدر يقاد الريتم ديالو وكيمشي. علاش؟ حيت مولف خانق، حيت مولف كيخدم هو مخنوق، ما كيمولفش وكيخدم هو مرتاح. حيت كل ما خدمتي وانت مخنوق كل ما السرعه ديالك تتطور، كل ما خدمتي وانت مخنوق كل ما السرعه ديالك وهي كتطور. لهذا بزاف ديال الناس خاصهم يعرفوا فوقاش يخنق الجسم ديالو وفوقاش ما يخنقش الجسم ديالو باش يستافد مزيان. كيف ما تنعرفوا راه العام كيتكون من لا بريباراسيون وكيتكون كذلك من لا بي بي جي وكيتكون من لا بي بي اس. راه كتنطلق من البريباراسيون ديال البدايه ديال العام، وكتنطلق البريباراسيون ديال المنافسات، وعاد كتدخل في كذلك في لا بي بي اس، اي كتخدم واحد الخدمه سيونتيفيك باش تدخل بها للمضمار اي لابيست. عاوتاني الخدمه ديال لابيست كتكون بوحدها، وكذلك الخدمه ديال العدو الريفي كتكون بوحدها، والخدمه ديال لي سومي وديال لي ماراطون وديال لي 10 كيلومتر حتى هما كيكونوا بوحدهم. وهاد المسافات كاملين كيف ما تنعرفوا حنا العداءه، راه كل واحد وعندو الخدمه ديالو، وكل واحد كيساير الايقاع ديال ديك الخدمه ديالو. اذا القاعده الاساسيه لجميع العداءه اللي خاصهم يعرفوا هو يعرف فوقاش يخدم ضد الاكسجين، وفوقاش يخدم مع الاكسجين، وفوقاش يخدم ضد الهواء، وفوقاش يخدم مع الهواء. اليوم هضرت لكم على كيفاش يخنقوا مع الاكسجين، الفيديو الجاي نقدر نهضر لكم مع كيفاش يخدم ضد الهواء. هاد ضد الهواء هي اللي كتعطيك لونديرونس، وكتعطيك القوه ديال التحمل، وكتعطيك القوه ديال الانفجار العضلي باش كتساير واحد المسافه معينه. وشكرا لكم بزاف.